في التاسعة لقاء الطرب الأصيل والذكريات على أرض النشام، الفنان الكبير وليد توفيق مع شفك المنيري. فوق غصنك يا لامونة لكتب بدمع العيون. لقاء خاص على هامش مهرجان جرش للثقافة والفنون. أول مرة جرش كانت سنة كام؟ 87. كان مهرجان لا ينسى أبدا. يتحدث عن مصر التي في القلب وأحوال الغناء في زمن الصخب. تيجي نقسم القمر أنا نصي وانت نص، تيجي نرسم على الشجر شفكي وليد وبس. التاسعة مع شفكي المنيري الأحد على قناة مصر الأولى.